أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات الخميس الموافق 29 يونيو، 29 حزيران، 29/6/2023. هيبقى عندك النهاردة رغبة في إنك تحب وإنك تبقى محبوب من أشخاص كتير جدا حواليك. هتحب كل الأشخاص وهتحبهم بشكل مضاعف. هتكون عاطفتك النهاردة رئيسية في كل علاقاتك في اليوم ده، هتبقى بتسيطر عليك بشكل كبير. حتى في قراراتك هتاخدها بشكل عاطفي أكتر، بس لازم تحددها بدقة كبيرة من خلال رغباتك وكل حالاتك المزاجية اللي بتبقى صحيحة. بحذرك بس من انه ممكن تتضلل النهاردة بمجاملات ممكن تبقى مش صحيحة، في اقتراحات زائفة جدا ممكن تبقى في حياتك، ممكن تضعك بعد كده في موقف حرج جدا انت مش هتبقى مستعد ليه بطريقتك دي. لازم تتعلم كتير من الحاجات اللي ممكن تبقى شيقة في الآن واحد، لكن هتبقى مفيدة جدا ليك بعد كده. هتبقى بتتمكن من انك تعرف تحقق نتائج حلوة كتير انت حاببها وحابب توصل ليها في الأنشطة اللي انت بتشارك فيها طول اليوم ده. هتبقى الأحداث مهمة جدا ليك طول اليوم، وهتبقى مرتبطة بطريقة معينة بشخص معين من دايرة أصحابك، فخليك مستعد. هتبقى حريص جدا النهاردة لما تبقى بتواصل مع أشخاص حواليك أنت بتعيش معاهم في الفترة دي، هتشتغل معاهم بشكل كويس. ممكن تبقى بتشهد علاقتك تجارية ومهنية في تطور حلو فيها هيحصل في اليومين اللي جايين دول. هيكون وقتك مناسب جدا لكل الأشخاص اللي بيشاركوا في تدريب أو دراسة مهنية محددة. هيكون الوقت النهاردة مناسب لكل الأشخاص اللي بيخضعوا لامتحانات واللي هيشاركوا في كتابة أو دراسة في خلال اليومين الجايين. هتكون عندك فعالية أكتر في كل أفعالك خلال عطلات نهاية الأسبوع ده، هتبقى قادر علشان تستمتع براحة كبيرة أنت بتستحقها عن جدارة في اليوم ده. كل ده هيبتدي يغطي موقفك اللي بيعتبر جاد جدا تجاه كل شؤونك الشخصية وتجاه الإجراءات اللي هتبقى متعلقة بصحتك وبنمط حياتك الصحي بشكل عام. هتبقى الأيام دي مناسبة عشان تاخد قرار ممكن يكون ليه تأثير طويل جدا على المدى الكبير في حياتك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.